بدوره رئيس الجمهورية وجه انتقادات لاذعة للإعلام، وكلنا سمع البارحة ب50 سيارة، هذا حسب تأكيد كاتب عام نقابة تلفزة الوطنية، يقول بمجرد إعلاننا عن الإضراب البارحة تم اقتحام مؤسسة تلفزة الوطنية من طرف 50 سيارة أمنية من بينها قوات مكافحة الإرهاب، وتم تهديد المضربين في سابقة لم تحدث أبدا في تاريخ التلفزة الوطنية. ما الذي يجعل السلطة تلجأ إلى هذه السابقة الخطيرة؟ يعني تلفزة وطنية مش تلفزة معارضة، ورغم ذلك تلجأ إلى هذا الفعل. لا، هي ليست سابقة خطيرة، هو بعد أيام من الانقلاب رأيتم المسرحية الفجة التي تم حياكتها أمام مبنى التلفزيون، وتم الاستيلاء على التلفزة الوطنية وإقصاء رئيسها مدير العام، وتم تعيين خلف له بطريقة انقلابية. وقلنا وقتها الإعلام الذي كان الكثير منه يصفق ل25 جويلية، قلنا لهم إن هذا الانقلاب هو انقلاب أولا، وثانيا سيأتي الدور عليكم للجمكم. عندما بدأ الإعلام يستفيق بعد شهرين أو أكثر ويحاول أن يراجع موقفه من هذا الانقلاب، وبدأت بعض الأصوات تريد أن تدافع على مربع الحرية الذي اكتسبته على امتداد 10 سنوات، التي كان العديد من وسائل الإعلام تسميها العشرية السوداء، وعندما استفاقوا بأن الثور الأبيض قد أكل وأنه سيصل إليهم كثور أسود، وبدأوا يحاولون أن يستعيدوا بعضا من حريتهم. بطبيعة الحال بدأت مهاجمتهم أيضا، وبدأ اتهامهم بأنهم وسائل إعلام يعني وراءها لوبيات مالية، وبأنها وسائل إعلام تكذب 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 كما نشرت الأخبار، وبأن العديد منهم في حقيقة الأمر هو يعرف حقيقتهم إلى آخر ذلك من أشكال الوصم. اليوم أو ما جرى البارحة في التلفزة الوطنية هو فضيحة يعني بامتياز، لم تقع تقريبا حتى في عهد بن علي أن يتم اقتحام التلفزة الوطنية من وحتى غرف الأخبار حسب الخبر أستاذ رجال الأمن وصولا إلى غرفة الأخبار وحتى الريجي يعني لمجال البث، ويتم الالتجاء إلى التسخير. كان من المفروض أن حدثا مثل هذا يحدث زلزالا حقيقيا في الساحة الإعلامية. للأسف فأنا قرأت منذ حين البيان المشترك بين النقابتين، وفي الحقيقة كان بيانا لطيفا جدا، بيان لطيف. نعم. لا يتماشى والحادثة والفعل، لا هو بيان لطيف جدا، لا يوازي تقريبا ما تم اقترافه في حق الإعلام العمومي وفي حق مؤسسة التلفزة الوطنية وفي حق الشرف نعم. الإعلامي الذي يجب أن يتم الحفاظ عليه. هذا مرة أخرى يؤكد أن المناهضين للانقلاب، أن الشارع السياسي المناهض للانقلاب، أن النخبة الوطنية المناهضة للانقلاب تتحرك في محيط صعب جدا، ولكنها مع ذلك تتقدم بخطوات يعني ثابتة. نعم. وفقط لا تواجه الانقلاب فقط، هي أيضا تواجه هذا الصمت وتواجه هذا الخذلان الذي تمارسه بعض من ينسبون أنفسهم إلى النخبة وبعض من ينسبون أنفسهم إلى الإعلام. أنا أعتبر أن ما أنجزناه على امتداد 6 أشهر هو فرز مهم ستستفيد منه تونس قريبا. نعم. أننا استطعنا أن نبين الخيط الأبيض من الخيط نعم الأسود. على ذكر البيانات الحقوقية المفوضية أستاذ حبيب، معذرة، المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أو الأمس الثلاثاء عبرت في بيان لها عن شغالها بما سمتها بتظاهر
السريع لحقوق الإنسان في تونس والتوظيف غير النزيه لقوانين مكافحة الإرهاب وارتفاع عدد المدنيين المثلين أمام القضاء العسكري. وحتى البارحة جمعية القضاة كانت أصدرت بيانا شديد اللهجة، واليوم جمعية القضاة الشبان كذلك أصدرت بيان في هذا الاتجاه تندد فيه بجملة التهديدات التي تعرضوا إليها ولها القضاة وتهديد المجلس الأعلى للقضاء.